وللحديث عن أسباب توقف هجمات الميليشيات على المطارات والمصالح الأمريكية معنا من مالمو عبر الهاتف عضو التحالف الوطني المعارض الأستاذ لبيد الصميدعي. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا، حياكم الله. ماذا يعني توقف الميليشيات الموالية لإيران عن هجماتها بالطائرات المسيرة التي كثفتها في عهد حكومة الكاظمي وإعطاء فرصة للسوداني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يعني بكل وضوح أن الميليشيات هي التي تتحكم بالملف الأمني في العراق، وهي صاحبة الكلمة العليا فيما يتعلق بشؤون السلطة وبالقرار اتخاذ القرار الرسمي العراقي. يعني فالميليشيات تعرف متى وكيف تضغط على الحكومة من أجل إظهارها بالمظهر الضعيف، وكيف وتعرف كيف تبتز الحكومة من خلال هذه الضربات من أجل إحراجها أمام واشنطن، وكذلك تعرف كيف ومتى تهدئ اللعب. يعني وكل ذلك يعني حسب ما تقتضيه، تفعل كل ذلك حسب ما تقتضيه مصلحتها، وطبعا حسب ما تقتضيه مصلحة السيد الإيراني، باعتبار أن الميليشيات هي مثل هي أداة من أدوات النظام الإيراني. السؤال هنا، لماذا يعطى السوداني هذه الفرصة دون غيره من رؤساء الحكومات، في حين تؤكد ميليشيا كتائب سيد الشهداء سريان هدنة مؤقتة بين حلفاء إيران وأمريكا؟ نحن نعلم بأن الميليشيات لها تمثيل في الإطار التنسيقي، والسوداني جزء أيضا من الإطار التنسيقي، فلا بد من وجود تفاهم بين السوداني وبين الميليشيات باعتبارهما جزء من الإطار الذي تشكلت يعني بصعوبة منه الحكومة التي ترأسها السوداني. فالميليشيات تريد أن تظهر السوداني بأنه قادر على منع استهداف القوات الأمريكية، وهذه رسالة أيضا إلى أمريكا بأننا نحن نمتلك السلطة. يعني الميليشيات عندما تهدئ يعني لفترة تجاوزت 6 أشهر تهدئ الضربات ضد القوات الأمريكية، فهي توصل رسالة لأمريكا، تفهمها أمريكا بأن الميليشيات فعلا هي صاحبة السلطة حاليا. لو رجعنا قليلا إلى الوراء وسألنا، هل الميليشيات جادة فعلا على تهديد أمريكا وأنهاء وجودها في العراق؟ كيف تنظر إلى هذه العلاقة بينهما أمريكا والميليشيات؟ لا، أمريكا الميليشيات لا تشكل تهديدا يذكر للقوات الأمريكية. حتى الضربات التي حدثت خصوصا في عهد الكاظمي يعني كانت ضربات تكتيكية من أجل إظهار الكاظمي بحالة مهلهلة، بحالة ضعيفة ومهلهلة ليس أكثر، ولم تؤدي إلى إيذاء القوات الأمريكية. الميليشيات في الحقيقة مستفيدة من بقاء القوات الأمريكية في العراق. ليش؟ لأن هناك وجود القوات الأمريكية يخلق مبرر لوجود الميليشيات، لبقاء الميليشيات واستمرارها، على اعتبار أنها تدعي بأنها هي الهدف من وجودها هو مقاومة المحتل، وهذا طبعا عار عن الصحة، هذا الادعاء عار عن الصحة. وهناك مسألة أخرى مهمة بالنسبة للميليشيات، أن وجود القوات الأمريكية، نعلم أن القوات الأمريكية متواجدة في المحافظات السنية لنقل ذلك يعني، ولذلك فهذا يخلق لها مبرر إلى أن تتواجد، مبرر للميليشيات أن تتواجد في هذه المحافظات، ووجودها في هذه المحافظات يشكل اعتداء على ممتلكات وعلى حتى مشاعر السكان، يعني سكان هذه المحافظات. ونحن نعلم أن بهذه المحافظات جرت حالات انتهاكات لأموالها ولبيوتها ولأراضيها، وهناك مثالان صارخان على هذه المسألة. يعني عندنا مثلا جرف الصخر، يعني منذ حوالي 10 سنوات يعني جرف الصخر أصبحت حالة يعني محتلة من قبل الميليشيات، ولا يستطيع حتى الرئيس الوزراء أن يعني يدخل هذه المنطقة. ومثال آخر ذراع دجلة، منذ 6-7 سنوات أيضا ذراع دجلة تم تهجير كل سكانها، ولا يستطيع أحد أن يقترب إلى هذه المنطقة.
طيب هنا أيضا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يقول أن وجود القوات الأمريكية في العراق وجاء بطلب من حكومة السودان. كيف تنظر إلى تبادل الأدوار بين الحكومة من جهة والميليشيات من جهة والقوات الأمريكية من جهة أخرى؟ نعم، أنا ذكرت قبل قليل بأن لابد أن يكون هناك تفاهم في ضمن الإطار التنسيقي، لأن كلا الطرفين السوداني والميليشيات هما جزءان من الإطار التنسيقي. لو كانت الميليشيات تقوم فعلا على مبدأ مقاومة الوجود الأمريكي في العراق كما تدعي هي، نعم، كانت اشترطت على السوداني إنهاء هذا الوجود، يعني مقابل موافقتها على توليه منصب الوزراء، لكنها لم تفعل ذلك لأنها تدعي، يعني هذا مسألة العنوان المقاومة، الحقيقة هذه مجرد ادعاء فارغ، وهي يعني لا تمتلك أي اقتراب، أي حالة اقتراب من حالة المقاومة. طيب أستاذ لبيد، هنا السؤال، سكوت واشنطن على هذه الميليشيات ألا يعني أنها لا تهدد بالفعل مصالحها في العراق؟ نعم، لقد أكدنا ذلك لأكثر من مرة بأن الوجود الميليشيات لا يشكل تهديدا لمصالح العراق، على العكس، يعني إذا لكي نبحث بشكل شوي أعمق يعني بهذه المسألة، نعم، لماذا تتواجد، لماذا تصر القوات الأمريكية على البقاء في العراق، تتواجد في العراق وخصوصا في المناطق السنية كما ذكرنا؟ لأن القوات الأمريكية تعرف بأن داعش لم يتم إنهاؤها، ولا زال هناك وجود لهذه الميليشيا لداعش في كثير من المناطق، لذلك تريد أمريكا أن تبقي على قواتها هناك من أجل مراقبة منسوب صعود وهبوط داعش. والأمريكا القوات الأمريكية استفادت من الميليشيات خلال حربها على داعش لمدة 3 سنوات أو 4 سنوات، لأن الميليشيات كانت طرفا أساسيا في هذه الحرب، وكانت على مقربة، كانوا يقاتلون في نفس الميدان. طبعا الأمريكا تقاتل من الجو، والميليشيات موجودة في الأرض، فكانوا حلفاء في خندق واحد، وأن لم يكن ذلك معلن. من مالمو عضو التحالف، نعتذر منكم، من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض الأستاذ لبيد الصميدعي، شكرا جزيلا لوجودكم معنا.